السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم واحد الخريجه اللي كنا درنا اونترامي لابيسين اللي كاين في بارك دو لا ناتور ديال لافال. وكانت معنا حتى ماما واحد السيده جات عندها من المغرب، وكانت هذه اول مره تجي لعندها لهنا، وصراحه عجبها الحال بزاف. داك النهار البنات كان الجو سخون، وقلنا علاش لا نمشيو لابيسين نتبردوا شويه ونديو الوليدات حتى هما يلعبوا في الماء. نتمنى لا فيديو تعجبكم وفرجه ممتعه. هنا البنات عاد وصلنا، كانت 12 ديك الساعه ولا 12 ونص. شوفوا تبارك الله الدنيا عامره، البيسين كان عامر، وحتى هذوك لي جودو حتى هما كانت الدنيا تما عامره. كلشي بنادم خارج، كلشي جاري عليه الصاد ماشي غير حنا. المهم هنا قلت لكم كنا وصلنا في الوقيته ديال الغداء، فقلنا غادي نمشيو نتغداو هو الاول وعاد نرجعوا لابيسين. مشينا تغدينا في البارك، تمشينا شويه تغدينا تما وعاد رجعنا من بعد. والقصريه المغربيه ديال الرفيسه يا لالا في البارك. عرفتوا هاد الرفيسه البنات شحال وحنا تابعين مولاتها حنا شحال تابعين صاحبتي عليها. الصراحه كطيب غزال، زعما في الصراحه عندها واحد الطياب غزال، والرفيسه حتى هي كديرها روعه. ومن شحال هذه فيما كنتلاقاو كنقول لها شوفي بغينا الرفيسه بغينا الرفيسه، قالت لينا صافي اليوم غنديرها لكم، وفعلا دارتها وجابتها معاها. الصراحه الله يعطيها الصحه، قلتها لها داك النهار وكنعاود نقولها لك دابا، الله يعطيك الصحه جات غزاله وصراحه كلشي عجباتو. صافي تغدينا البنات ونزلنا الماء. شوفوا بنتي هنا ما بغاتش تعوم في الاول، جاها الماء بارد ما قدرتش تدخل الماء، بقات جالسه غير في الجنب وكتلعب برجليها، حتى من بعد غادي عاد غادي تبقى تدخل بشويه بشويه. صافي سلينا البنات من لابيسين، وليدات عامو لعبو حتى شبعو،
وطلعنا باش نديرو الكوتي. الكوتي حتى هو تكلفات فيه مولات الرفيسه زعما الصراحه. داك النهار مشينا حنا غير بيدينا كلشي تكلفات به الله يعطيها الصحه. صافي هنا كتشوفوا البنات ها هو المغرب. هنايا الشميشه راها غربات ولا بيسين خوا صافي كاع الناس مشاو في حالهم. بقينا جالسين شويه هكا راكم عارفين العيالات منين كيتلاقاو. بقينا جالسين مجمعين ومن بعد غادي نتحركوا غادي نتمشاو غادي نمشيو نتمشاو شويه في البارك. الوداد الصغار كانوا باغيين يمشيو يشوفوا شويه لي زانيمو مي ما قدرتش نصور لكم لانه صافي طاح الظلام والتصوير ما كانش كيبان مزيان. صافي هنا سالات لا فيديو البنات. كنتمنى تكون عجبتكم. ولا كنتو اول مره كتشوفوني ما تنساوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وكنقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.